خلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني دلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي اصلك انت مالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه الله وهي شايفاك ما تردش عليه لا اصلها بتقفش لما ما بردش قفشت فيها عقربه ده قله المزاج دي هات شغل الزفت ده ماشي ده سوك سوك الو الو هتكلم يا ابراهيم بقول لك ايه كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه اسالهم فين طب بقول لك ايه يا سوكا انا في طالعه كده ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك اوعى تهبل في الكلام صاحب لصاحبه يا سوكا ليه يا حول ولا قوه الا بالله هو فين ربنا يجعلك لفعل الخير فعل الخير بحاول يا سوكا بحاول ادعي لي ماشي يا ابن عم يلا بالسلام بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل لو احتاج نقل دم باتصل بيا طيب سلام بس يا كوريا استنى قال لك ايه يا كوريا حاضر عليا ده في مشكله ايه هي المشكله يا اخويا اتفضل بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت بس هو قال لي ان هو جاي انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام صاحبي بقى وانا عارفه حاول لا قوه الا بالله العظيم ماشي قلت مزاجنا إلهي إيه اللي مزاجها البعيدة مش يلا ولا إيه يلا في البيت بس العين مش عليك أنا اللي كلب وربنا جرى إيه يا هيمة يعني ما اتبسطتش بس بقى اتبسطت إيه ونيلت إيه خرجيني من أم الحبسة دي يا نوال طب خلاص هبصلك أنا خرب بيتك يا كوريا بوظت لنا اليوم يلا بقى طب يا أخويا بس بقى يا يخنقوها اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي 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 طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي في ايه سلومه جه حضرتك اسود تعالى هنا رايحه على فين تعالى ام البتاع هنروح تعالى ايه على فين تعالى خبيك في اوضه النوم ايه ده واقف تعالى خبيك فيه تعالى خبيك فيه واحد واقع من الجوع طب خلي ايه النهارده لا طبخه ولا عامله اقلي لك بالطين الواحد بطنه مششت من كتر البيض يا اخويا اجيب لك طباخه شغل البيت بيهدني ماشي رايح فين محصور ايه ما فك الزنقه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح انا مش بس انا متقلل انا قفلته مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه مدخل اعمل البطين
ضخمة كالعادة ورأسها وألف سيف، ما تدخلش معاه المستشفى. أعمل إيه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركروب وحمتها ونايمتها. على فكرة كوري أنا قلت إن إحنا مش هنلاقي الولاية دي تاني، بس أنا ما حبيتش أقولك عشان ما قلقكيش. والله؟ أو ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيمة تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي أدور عليك جنبي ما لقكش؟ هيمة بقول لك إيه؟ أنت فيك حاجة متغيرة اليومين دول، ولا أقول لك مش اليومين دول بس، من ساعة ما خرجت من السجن كده وأنا حاسك مش أنت، مش 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 هيمة بتاعي اللي أنا عارفاه. مش هيمة بتاعك يا كوريا، أمال هكون هيمة بتاع مين؟ وأنا بتاع حد غيرك؟ بق، خدش منك إلا كلام، لكن أجي ساعة الجد أدور عليك ملقيش حاجة في إيدي. طب هاتي إيدك، أديني كل في إيدك أهو. أنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا إيه؟ أنت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاولة براحتنا. يا راجل إحنا عالسلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، وانا اقول العمارة هتقع عليه؟ ما هي من النجاسة اللي معششة فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا هلا، خش يا ولية. المنطقة الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العالية، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول، فضوا اللمة اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجالة، ولا هي كلها لحمة عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبين على فوق. يلا خدها سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. مهدا إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياكوا ورايا وعاملة لكم مشاكل. أنا ما عملتش حاجة، وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ تلاتة بالله العظيم تلاتة، منورنا البيت يا عوانم. منور نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضلي. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك، وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حبس او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكلة ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكلة. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقة باسمه شخصية مستعارة، هي هتاخد شوية وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقة برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتأكد انك مظلومة فمش هقف اتفرج عليك. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعادة مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرفلكيش طريق جره. فين؟
بطن البقرة. نعم بطن البقرة. مش حلو كده يا كوريا؟ مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عم لاقولك بلح. ماله البلح؟ وحش وحش البلح يا بنت شيمو. حلوه قوي لايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا يو. في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي.